مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البسكوت بالحامض. في ناس بيقولوا ليمون حسب كل بلد. عنا اول شي 125 جرام زبدة، 100 جرام سكر. بخلطهم منيح مع بعض. بسم الله. بس خلطهم منيح، هلا بحط فوقهم ربع كوب عصير حامض. بسم الله. ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة برش حامض. وبحط بيضة. برجع بخلطهم. بعد ما خلطتهم عندي 350 جرام طحين. بحط طحين على دفعات وبخلط. بسم الله. هيدي اخر دفعة بحطهم كلهم مع بعض. خلصنا عجن العجينة، هلأ بدي شيلهم حطهم بجاط. هذا القوام المطلوب اللي نحنا منا اياه. يعني المقادير اللي استعملتها 350 جرام طحين، 3 اكواب الا ربع الكوب طحين، نص كوب سكر، نص كوب وملعقة طعام زبدة، بيضة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة زيت برش الليمون، برش الحامض. هلا بغطيها بنايلو. كمان بتركها ترتاح 3 ساعة 20 دقيقة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها 3 ساعة. عندي هون ورقتين زبدة، رح حط العجينة بالنص.
اسمها هذه السماكة اللي أنا بدي إياها بحطها على ورقة الزبدة. فينا نقطعها أي شكل متوفر عنا، وكمان العجينة اللي بتبقى عنا بعد التقطيع بنرجع بنعجنها شوي بالإيد ومنقطعها ومنشكلها بسكوت. هلأ بحطهن على ورقة الزبدة. ريحة العجينة عن جد كتير روعة، ريحتها حامض. هولي بعد ما حطيتهن على ورقة الزبدة، هلأ بحط الباقيين على ورقة الزبدة ومنكفي مع بعض. هذه العجينة اللي بقيت عندي هلأ نفس الشي بشكلها وبحطها على ورقة الزبدة، بس هلأ ما ننكفي مع بعض طريقة البسكوت لحطهم بالفرن. هولي بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة عندي هوني صفار بيضة ونص ملعقة صغيرة عصير حامض وملعقة طعام لبن يوغرت زبادي. بحركهم منيح مع بعض. بدهن بعملهم بالشوكي بهيدا الشكل، بعملهم بهيدي الطريقة مثل الموجة. شفتوا كيف؟ هلا بحطهم بفرن حامي على درجة 200. هول البسكوتات اللي عملتهم أنا وياكم، كل صينية أخذت بالفرن 9 دقايق، وممكن حسب كل فرن فينا نفتح عليهم الفرن عادي، ما في أي مشكلة لنتأكد إنه إذا صاروا منيح استووا أم لا. هيدا الشكل النهائي، هيدا شكل البسكوتي، كتير روعة. وهيدي من الداخل ريحتهم وريحة البيت عن جد كتير كتير رائعة. هول البسكوتات اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.